تسعة لعيبة، الدنيا مظلمة قدام مرمى المهد. عبد القادر، عبد القادر يقطع تاني، أبو سليمة كورة رايحة جاية خطيرة خطيرة، أكرم جول جول جول، أكرم توفيق أنت العيد وأنت العيدية للأهلاوية يا أكرم، جون جميل جميل جميل، الهدف الأول للنادي الأهلي. قلت لحضراتكم في الشوط الأول أنا شايف أكرم أفضل لاعب في النادي الأهلي، والراجل يكافئ نفسه ويكافئ الجهاز الفني بهدف في الدقيقة 59، 1-0 للنادي الأهلي، تقدم منطقي لعملية السيطرة والاستحواذ. أدي لعيبة نادي الاتحاد بيتكلموا مع طارق مجدي، مش عارف بيتكلموا على إيه، هل هيرجع للفار لحاجة معينة، إنما أنا شايفها أدي اللعبة أهي. خلينا في حكاية الجون، أدي التدخل، كورة رايحة جاية بين اللعيبة بدون أي اشتباك أو أي مشاكل، وأكرم توفيق تسديدة طلقة في الشبكة، المهدي سليمان ما يقدرش يعمل لها حاجة. بص شوف أكرم بيعمل إيه، أدي اللعبة أهي مرتين ثلاثة، عبد المنعم قلت ضغط وتسع لعيبة بالقميص الأخضر قدام 18 نادي الاتحاد، أدي البداية، أدي أحمد عبد القادر لغاية دلوقتي مفيش أي حاجة، وأدي كده برضو مفيش أي حاجة، لعيب وقع بتاع نادي الاتحاد سيف طوقة باشتراك مع عمر كمال، وهنشوف قرار طارق مجدي في اعتقادي هدف صحيح بدون أي مشاكل. زي ما اتكلمت على لعب الكهرباء الشوط الأول اللي وقع فيها وقلت ما فيهاش، هو هيرجع تاني للفار، إنما هل الالتحام ما بين عمر كمال بره ال 18 وسيف طوقة هو ده اللي هيرجع له طارق مجدي؟ هنشوف اللعبة أهي، آدي الحتة اللي أنا بتكلم عليها بتاعة سيف طوقة وعمر كمال. طارق مجدي بيشوف اللقطة دي، هيشوف كده القدم مع القدم، آدي اللعبة، لا في وش رجل، في وش رجل. برضه أنا بتكلم القرارات التحكيمية ماليش علاقة بيها، سواء بقى صح أو غلط، أنا بتكلم على اللي قدامي. آدي اللعبة، ممكن طارق مجدي يقول فيه تدخل وش قدم عمر كمال مع سيف طوقة، دي اللي بيتكلموا عليها لعيبة نادي الاتحاد وبيراجعها طارق مجدي. طبعا أنا كنت بتكلم على الجون طول الوقت بتاع أكرم توفيق واحتفلنا معاه، مش عارف هنرجع الاحتفال ازاي، لو اتلغى الجون هنرجعه. ادي اللعبة هي بتاعت عمر كمال وسيف طوقة، هل في تدخل بالستارز كده في وش القدم بتاع سيف طوقة؟ هي باينة قدام حضراتكم في اعتقاد طارق مجدي، هيدي ضربة حرة، هنشوف 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 هيدي ايه، هنشوف هو بيقول لهم ابعدوا، لغى الجون. انا قلت في تدخل بوش القدم، في امانة التعليق، امانة المشاهدة، امانة الشاشة، انما هو جون حلو. ادي اللعبة اهي، ادي عمر كمال وادي التدخل، ضربة حرة لصالح نادي الاتحاد، يبقى هدف لأكرم توفيق ملغى عن طريق غرفة الفار محمد عادل ومساعده شريف عبد الله، ورجع طارق مجدي عشان يراجع الجون مع الدقيقة 60.